ازاي تتأكد ان حسابك على انستجرام مخترق ام لا؟ هل في شخص بيتجسس على حسابك في انستجرام؟ وازاي كمان تأمن حسابك على انستجرام؟ بنعرف كل الكلام ده بعد التحديثات الجديدة، لان الواجهة القديمة اتغيرت. تابع معايا الفيديو من البداية للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورب تكونوا بخير وسعادة دايما. اهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب. طبعا انتشر جدا هذه الايام اللي هو سرقة حسابات الفيسبوك، سرقة الجيميل، سرقة وتهكير قنوات اليوتيوب، سرقة حساب انستجرام. كل السوشيال ميديا معرضة للخطر، كل السوشيال ميديا معرضة للسرقة والاختراق والتهكير. ناس كتير بترسل لي ويقولوا ان حساب انستجرام بيرسل رسائل للاصدقاء، حسابنا مخترق، في تجسس، فاحنا ازاي نتاكد من هذا الامر؟ وبيدخلوا يشاهدوا فيديوهات موجوده على اليوتيوب بتكون الواجهه مختلفه لان دي شروحات قديمه، فاحنا بنعرفكم بعد التحديثات الجديده. هنبدا مع بعض الشغل العملي عشان ما نطولش عليكم. هتبدا ان انت تفتح اللي هو تطبيق انستجرام. بعد ما تفتح تطبيق انستجرام ادخل على البروفايل بتاعك زي ما انت شايف كده. بعد كده بتضغط على الشرط اللي فوق، وبعد كده بتضغط على مركز الحسابات. بعد كده بتيجي هنا بتختار اللي هو كلمة السر والأمان. بتلاقي عندك هنا الأماكن التي سجلت الدخول منها، اضغط عليها. لو انت مسجل دخول بالفيسبوك وانستجرام هيظهر لك الاتنين، انت اختار الحاجة اللي انت عايزها. انا اختار انستجرام. بيبدأ يظهر لك هنا نشاط تسجيل الدخول إلى الحساب، يعني بيقول لك حاليا حسابك على انستجرام تم التسجيل على كم جهاز واسم الجهاز زي ما انت شايف كده. المفترض الأجهزة اللي موجودة هنا ديت تكون الأجهزة الخاصة بيك. سيبك من المكان اللي هو داخل منه، مش مشكلة المكان اللي داخل منه، أحيانا بيجي خطأ، ولكن احنا بنتكلم عن اللي هو اسم الجهاز نفسه. هل الأجهزة اللي قدامك ديت في حسابك هي الأجهزة اللي انت سجلت دخول منها، ولا في أجهزة غريبة عليك؟ لو في أي جهاز غريب عليك بتبدأ ان انت تعمل تسجيل خروج فورا. بتبدأ ان انت تضغط على تحديد أجهزة لتسجيل الخروج منها. بيبدأ ان يجي لك الأجهزة اللي انت بقى عايزها. بتبدأ ان انت تختار اي جهاز بهذا الشكل مثلا، وتبدأ ان انت تضغط على تسجيل الخروج. ولو انا مش عارف الأجهزة اللي انا سجلت منها وكده، ابدأ ان انا اضغط على تحديد الكل واخرج من كل الأجهزة، وابدأ ان انا اسجل من جديد. بس تأكد ان انت مأمن حسابك عشان تقدر تدخل من جديد. هبدأ ان انا اضغط على الاكس دي خلاص، وهبدأ ان انا ارجع باك تاني. ولو عايز اعمل الكلام ده على الفيسبوك كمان اضغط على الفيسبوك واشوف برضو الاجهزه بنفس الطريقه. هرجع باك. ابدا ان انت غير كلمه السر بتاعتك فورا. اضغط على تغيير كلمه السر وابدا ان انت غير كلمه السر لو انت وجدت ان الامور يعني في شيء غريب في حسابك على انستجرام. اضغط كده على تغيير كلمه السر وابدا ان انا اختار اللي هو انستجرام، وابدا ان انا ادخل كلمه السر الحاليه وكلمه السر الجديده، وابدا ان انا اضغط على تغيير كلمه السر. تاكد من ان انت عامل وسائل الامان الكامله على حسابك على انستجرام. المصادقة الثنائية، اضغط كده على المصادقة الثنائية وابدأ ان انا اختار انستجرام، وابدأ ان انا افعل تطبيق المصادقة الثنائية. ده تطبيق انا بنزله من المتجر، تمام، اللي هو المصادقة الثنائية. وابدأ ان انا بيجي لي عليه كود وابدأ ان انا ادخله هنا. بضغط على تطبيق المصادقة الثنائية واجي هنا يقول لك هنا تطبيق المصادقة يكون فعال بهذا الشكل. وطبعا انزل التطبيق الاول من المتجر. وعندي هنا طرق اضافية اضغط عليها. في عندي رموز احتياطية اضغط عليها واخدها. دي رموز احتياطية اخليها معايا، بتنفعني جدا في استرداد حساب الانستجرام. ايضا لا تنسى اضافة حساب جيميل على حساب انستجرام. وانت فتح الصفحة بتاعتك كده البروفايل بتاعك، بتضغط برضو على الشرط اللي فوق. بعد كده بتيجي هنا على مركز الحسابات. بعد كده بتيجي هنا على التفاصيل الشخصية، اضغط عليها. بيجي لك هنا يقول لك معلومات الاتصال. بتبدأ ان انت هنا تضيف ايميل ورقم موبايل الاتنين. طبعا احنا شرحنا ازاي ان انت تنشئ حساب جيميل وتأمنه، الشرح موجود في وصف الفيديو في التعليق المثبت. لازم تكون مأمنه بشكل كويس وتبدأ ان انت تستخدمه. اضغط هنا على معلومات الاتصال. ببدأ ان انا هنا يجي لي الايميلات اللي عندي ورقم الموبايل. لو انا عايز اضيف جديد ابدأ ان انا اضغط على اضافة جهة اتصال جديدة. ابدأ ان انا اضغط هنا على اضافة رقم هاتف محمول واضافة بريد الكتروني. يبقى اذا وسائل الامان بتاعتي بالنسبة لحساب انستجرام هي اول حاجة الرقم السري يكون قوي، يكون فيه حروف وأرقام، والحروف دي تكون كبيرة وصغيرة ورموز، تمام كده، ويكون صعب ان اي حد يألفه. دي اول حاجة. ثانيا هي اللي هو تطبيق المصادقة الثنائية، ابدأ ان انا امن بيه، وكمان الرسائل اللي بتصلني للتأكيد. وبكده يبقى انا امنت حسابي على انستجرام، وفي نفس الوقت عملت اختبار هل في حد بيتجسس عليا، حد في حد داخل على حسابي وفتح الحساب عنده على الجهاز ولا لا. لازم
ان احنا نعمل الاختبار ده على حساب انستجرام. لو انت مهتم بموضوع الامان والتهكير بالنسبة للسوشيال ميديا وحسابات الجيميل والفيسبوك وكل السوشيال ميديا، هتلاقي عندنا فيديوهات كتيرة موجودة على القناة. ابدأ ان انت شاهد وطبق وافهم الموضوع، لان الامر اصبح صعب جدا جدا. كل يوم ناس بتتهكر وبيتم اختراقها. اهم الفيديوهات تكون موجودة في وصف الفيديو في الطريق المثبت تفيدك للشغل على السوشيال ميديا. وانتظروا مننا فيديوهات مهمة تخص الامان والتهكير في 2024. لو انت عندك اي سؤال اترك لي في تعليقات هذا الفيديو، وان شاء الله رد على التعليقات. في أمان الله، مع السلامة.